وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت القافلة الطبية الكشف على ما يقرب من 650 مواطنا بقرية أم مشاق التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية. كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مجانا. النهارده معايا معظم التخصصات الطبية: البطنة، الأطفال، أنف والأذن، الجراحة، الجلدية، بجانب تنظيم الأسرة، معايا معمل الدم والطفيليات، بجانب جهاز الأشعة، معايا صيدلية تحتوي على 95 صنف من العلاج صرفهم بالمجان، يتم إحالات الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية أو تخصصات أخرى إلى المجمع الطبي والوحدات والمراكز الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.